جاهزة يا ابني، جاك صاروخ في معاميعك. خش يا حاجة واتفاجئ. يا رب ارزقنا في الكوبوريه اللي احنا بنعمله ده، وانا كل ما اتنكر هعمل سوداني. تعال يا خواجة. اهو اهو، بص لقيت الخواجة ميت، خدت لبس وجيت. خواجة انت ساحر كده. انت هتقرفنا ليه يا عم؟ والله ساحر. وانا كل ما اعمل حاجة هتقعد تقرفني. طب وريني الخواجة. خد دي بقى وهوريك الخواجة. هي دي اللي هتخليك خواجة؟ بس اظبطها بس. اما نشوف. يلا. تعال يا عم شبلي. تحت بس. تحت عشان ما نموتش. ماشي. بس اهو كده بقيت خواجة يعني؟ انت يا خمارة. انت يا حبيبي. كفاية مدح. انت مش عارف ان انا مش احب اقعد مع خدي غيرك؟ انا خدي يا راجل يا شفايف. يا خراشي عليكي، انت سوداني بتضحكني موت. ولما تعرفني هتحبني اكتر، اصل انا من النوع السوداني المقرمش. انت ليكي اخوات يا سوداني؟ اخويا بيحبك موت كاجا فندي. والصغير لب سوري. اهو ده اللب السوري ده متغرب وسطيكو. اكل العيش. وليك اخوات فزدو عامل ايه؟ زي اللوز. انا مش عارف اسكتك. انا عارف انت انت لازم تيجي تزورنا في المقله اللي احنا عمالين نقلش فيها دي. الله. والله لازم. ده انتوا عيله مسليه واحسن من الفشار 100 مره يا سوداني يا عسل. انت ليه تقول حبيبي وليه ما عندكوش حرف الها؟ ايه خبيبي في ايه؟ فين حرف الها؟ ما عندناش خبيبي احنا، خبيبي كله خبيبي. قول لي الحروف عندك. كله خبيبي. اقول لك الحروف؟ ها؟ اسمع. الف ب ت س ج خ خ د ز ر ز س ش ص. انت كنت في حضانه ايه؟ الرخمه. انت عايز مني ايه دلوقتي يا خواجة؟ انا عايزك تشغل لي موسيقى اللي انا احبها يا حبيبي. اللي ايه؟ اللي انا احبها. موسيقى ماشي. اللي انا اموت فيها يا ايه ايه اللي ايه؟ اللي انا انت لخبطته. خليتني اقول اني. اني ايه؟ انت خواجة من الشرقية، ما تعمل. بس خمس دقايق ركز. يا ابني يا ابني انا ما انا عامل خواجة. عامل خواجة، ما تقعدش تضغط عليا في الكلام. خلاص. مش انا مش دوري. بص النوبي سهل. هتقرفني ليه؟ ما بص النوبي، بص ماله؟ تهب اشغل لك اغاني ايه؟ عبد الهمولي ولا عبد الهليم حافظ؟ عبد المجيد عبد الله والنبي. شغلوا له منين عبد المجيد ده؟ بيقول اي كلام. اماكن الضيعه يا انصاف. انصاف يا بنتي يا انصاف. يا بنتي يا مفاتن انا جايه اهو. انت كنت فين يا بت؟ كنت عند قابلتي جوه يا بت. كنت بتعملي ايه يا بت؟ يا بت كنت بظبطها عشان تظبطنا في الشغل كده. اسكتي يا بت يا انصاف، دي الغره النهارده كانت جامده قوي. اسكتي بقى ما تفكرنيش، ده هي تاخدهم كلهم يا اختي كده شطه واحده ونخلص منهم. ياخدهم كلهم انما هتلر لا، ده هتلر ده قلبي وروحي وحشيه. يا لهوي عليه وعلى شنبه. ما تهمدي شويه يا بت، يعني اللي جابت هتلر ده يا اختي ما جابتش غيره ولا ايه؟ يا اختي بقى جابت ولا ما جابتش؟ هو هتلر وبعد. طب بس بقى وسيبك من المنايل على عينه ده، وتعالي يا اختي دوري على المنايل على عينه التاني. مين؟ اللي هو العمده راح فين يا بنت؟ ده من ساعه الغره ما قامت والنور طفى مش باين له حس ولا خبر. ازيكم يا عاهرات؟ عاملين ايه؟ ياللي لحم اكتفنا من خيركم. ياللي من غيركم نقفل الكباريه ده خالص، محدش هيجي. عاملين ايه؟ اهلا يا خواجه. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك انت. ازيك يا اصناف؟ اخبارك ايه؟ تمام. إيه ده، اسمك ولا اسم حد تاني؟ اسمي والله يا خواجه. وازيك يا مفاتن؟ ازيك يا كاريوكي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه يا اخويا الحمد لله. انت شغاله ايه عندنا هنا يا حبيبتي؟ فتاه ليه؟ طب دي شغلانه خرام. شغلانه خرام، اشتغلي شغلانه خلال تكسبي منها عيالك لسه صغننين. ليه يا حبيبتي الشغلانه دي؟ توبي. ازاي بس ازاي؟
انت هتعملي لي زي صباح المغنيه، كل ما اقول لها توبي تقول بيقولوا لي توبي ازاي، بس ازاي هي نيتها من جوه مش عايزه، هي مش حابه توب، هي من صغرها تقول لك من صغرنا واحنا بنبني عشنا مع بقيه من وهي صغيره ضايعه. ليه تدمري مستقبلك؟ انت لسه صغننه يا خبيبتي. طب اعمل ايه طيب؟ توبي. لا مش هتوب. توبي. مش هتوب. هتتوبي امتى؟ محدش هيقول لك توبي غيري في المكان ده، اسمعي الكلام يا خبيبتي اسمعي. مش هتوب، مش هتوب بقى الله. طب بقول لك ايه يا خوات؟ ايه يا خبيبتي؟ ما تيجي انت معايا النهارده ونتوب انا وانت بكره. انت تصدقي بالله؟ انت تعلمي العفه. انا مش عارف جايبك ليه في الكباريه، دي غلطه، غلطه مني. اتنيل امشي اما تشوف العمده مزنوق جوه في الحمام بقاله ساعه مش راضي يطلع. انت يا خماره. اوعى عينك. ايه؟ انت عايزه ايه؟ ما تمسكنيش كده. تعالي يا خماره بس كده. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ انت اللي عايزه ايه؟ انت ما تعرفش انا مين؟ تاني اللي حاربت الانجليز في الحمله الانجليزيه، وحاربت البريطانيين في الحمله البريطانيه، وحاربت البيزنطيين في الحمله البيزنطينيه، وحاربت الناموس في باب الشعريه. ايه ده؟ انت ايه اللي انت لابسه ده يا عمده؟ ده كريمه. الله يخرب بيت الانجليز والحاجات اللي بيجيبوها معاهم وهم جايين. هم البنات دول اللي قالوا لي، قالوا لي عايز تبقى عمده مارينا البس كريمه. انت جاي، انت عمده لعبه ولا ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بقول لك ايه يا عمده؟ كل الزباين مش موجودين، ما فاضلش هنا في الكباريه غيرنا احنا والاسطى بديعه وسبع السباع يا عمده. مين يا بنت سبع السباع ده؟ انت خماره؟ انت خماره اكيد بيضحكوا عليكي، سبع السباع ده يعني بيعكسوكي عشان يسرقوكي في محصول القطن يا غبيه. والله؟ اه والله يا خبيب. يا بنت انا طب الله العظيم كلامك صح. ايوه يا خبيب هضحك عليك ليه؟ والله يبقى لهم حق، انا بايع القطن اصلا وجاي هنا عشان خاطر اقعد معاهم، تصدق بالله؟ لا اله الا الله يا خبيب. ست الناس مرات اللي في البيت شبهك بالظبط. طب هيضحكوا عليكي وهياخدوا منك محصول القطن، فهمت؟ يبقى لك الحلاوه لو عملوا كده. انت خماره، بقول لك هيضحكوا عليكي، انت مخك زنخ. طب انا قلت لك بقى انا اللي عايز يعملوا كده، انت مالك انت؟ ده ايه ده؟ انا طالع معاهم، عايز حاجه؟ ربنا يخليك. يلا بقى يا عمده. يلا يلا. لو حد سال عليا اقول لهم بيغير زيت. يلا بقى. يلا بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ والله العظيم العمده ده شكله هيجيب البلد دي في داهيه. لا حول الله يا رب. انت يا ده عثمان، يا عثمان الحقنا، يا عثمان انت فين؟ يا ده عثمان، يا ده عثمان. بس بس يهرب بيتك، يهرب بيتك. انت ساكت؟ انا هنا ما اسميش عثمان. امال اسمك ايه؟ اسمي جول اشقر. اشقر؟ ده انت انهارك استغفر الله العظيم. ايه ده؟ ايه ايه؟ شوت شوت شوت. ايه ايه مالك؟ ايه ده؟ ما توترناش. الـ FBI بيجروا ورايا، والـ WWE بيجروا ورايا، وجون سينا بيجري ورايا، وعمال يعمل لي كده اهو. طب وانت عملت ايه؟ عملت له كده اهو، فادي جزا يا اسطى. ايه الدماغ دي؟ معقوله كان في بانجو ايام الانجليز؟ انت ايه الدماغ دي عاملها ازاي؟ بهدلوني يا عثمان، وانا بهرب من الكامب الانجليزي، العساكر ولاد الكامب ضربوا عليا صاروخ. جه في قلبك؟ لا جه في كامب اليمين هنا. بص بقى، انا عايز اتوب يا عثمان، عايز اتوب وانضف وابني اسره، مش انا خطبت البنت سماح. يا عم سماح دي مصر كلها ماشيه معاها. ما تكبرش الموضوع، هي مصر قد ايه يعني؟ اتفضل يا معلم اوراني اتفضل. هو ده بقى الكازينو؟ اه. طيب فين بقى الراقصات والغواني والحاجات الحلوه دي؟ الراقصات بيجتهدوا جوه. اشحني ب 10 جنيه. يعني عيب على لبسك حتى تشرب كونياك ولا بيره؟ يا نهار استغفر الله العظيم، كده هنروح النار، كونياك وبيره. امال تشرب ايه؟ هات كاس تكيلا. بس دي تبقى تكيلا عليك يا معلم. انا اسف اسف. بقول لك يا معلم، انت جبت لي سلاح ولا نخش في المهم؟ رحت الكامب امبارح لقيت لك عرض نازل تحفه، تاخد 2 مسدس ساقي عليهم مسدس ميه هديه. انت رحت الكامب ولا رحت بيتزا كينج؟
ما يقول لي اتنين وتاخد عليهم واحد. يا ابني انا توبت وبسرق عشانك انت. سرقتلي ازاي؟ بص بقى شوف الخطه. خدت في ايدي بطيخه وانا داخل، اول ما دخلت فضيت كل اللي جواها، حطيت لب البطيخ في جيبي عشان تبقى فاضيه اشيل اللي انا عاوزه. تحط في البطيخه المسروقات؟ اه. يا ولعبان بس دي يا دوب تشيل شويه رصاص. مين قال لك؟ ده انا مهرب فيها دبابه وكيس زبيب. دبابه جوه البطيخه؟ وكيس زبيب. انت تقرب لواحد اسمه ابو العربي؟ الفشار ده؟ اه. ابويا. عرفتك. كمل كمل. ما قربتش طياره جنب الدبابه؟ طياره جوه البطيخه؟ ايه الاوفر ده؟ لا دي هربتها في جيب الكلسون اللي ورا. طب ما هربتش غواصات قبل كده؟ لا يا عم دي كبيره عليا دي. ليه يا عم؟ تعالى وانا ما بعرفش اكذب. اقول لك يا سلام تجيب فراولايه ما تاكلهاش وتجيب تفاحايه وموزايه ومانجايه تقطع كله شوب فخفخينه تقعد برينس. والغواصه؟ ما تفكر بقى تسرقها زي وانت بتشرب. مش عملت لك فخفخينه؟ انت بتهزر بقى. انا قاعد عملته عشانك؟ عملت ايه عشانك؟ عملت ايه عشانك؟ ما انا طالع بالبطيخه كشفوني ضربوا عليا نار. اسكت. لا ما سكتش. رحت ماسك البطيخه عاملها كوزه طلعت الدبابه رميت لها اللب هي تضرب وناكل في الزبيب هي تضرب وناكل في الزبيب هي تضرب وناكل في الزبيب. وعملت ايه؟ قلعت النضاره الثري دي واستمتعت بالفيلم. كده والله انت جاي تشتغلني يا معلم. ليه يا عم؟ انت جاي تجيب لي سلاح ولا جاي تقعد تحكي لي قصص خرافيه؟ بص بقى ده انا جبت لك نقاوت الغالي. وري ايدك. امسك ايدك. ايه انا امسك يد واجمد كده يا ياض؟ اه ده اللي هقتل بيه. لا ما تقتلنيش كده اخش النار. ليه؟ جيبي مليان افيون لسه ما وزعتوش. يا عم انا ما بيعرفش يضرب نار. يا نهار استغفر الله العظيم. انت جاي توب هنا؟ انا مال انا ما بيعرفش يضرب نار اعمل ايه؟ مش تقول يا عثمان. بص انا ابعت لك واد خلاص يجيب من الاخر. آه. تمام يقعد هنا في وسط الزباين عيونه خضره لونه ابيض شق اللفت شعره اصفر تمام تقول له كلمه السر يضرب. وايه كلمه السر؟ حكوره. اقول له حكوره يخلصني من خليل باشا على طول. آه. هل بت انت عايز تقتل خليل باشا ليه؟ خليل باشا ده كان معذبنا كلنا انا والعيله. انت فاكر ابويا ده كان اسود نوبي؟ امال كان اسود بربط؟ انت هتهزر على ابويا؟ لا ده انا واخد بخاطر ابويا مات. هو كان ابويا بيضاني كل يوم يربطه في الشجره يقعد يدهنه شوكولاته يدهنه شوكولاته ويقعد يلحس فيه هو واهل البلد. هو الراجل اللي كان بيدهن شوكولاته ده ابوك؟ انت تعرفه؟ ما انا لحست معاهم. سامحني يا عثمان. الله يرحمك يا ماما جيرسي. ماتت؟ لا ساحت. ما سابتلكوش حاجه؟ سابت لنا الغلاف. معلش معلش ما انجلكش في حاجه وحشه. صاحب واجب يا معلم. مش انا حضرت الدفنه بتاعت امك؟ طب كانت فين؟ كانت في مقابر الكيت كات. والله طول عمرك صاحب واجب يا معلم. حبيبي حبيبي يا عثمان. بقول لك ايه يا عثمان؟ ما تعرفش ميكانيكي قريب هنا؟ ليه العربيه باظت؟ لا الطياره الهليكوبتر بتاعتي المروحه بتاعتها عماله تزن هشيلها. طب ودي هتطير ازاي؟ هتطير من الفرحه. يا معلم سي يو عثمان سي يو.